السلام عليكم. وصفتنا النهاردة فراخ مسحبة على طريقتي. وصفة سهلة جميلة وسريعة. نبدأ. بسم الله. شايفين اللون؟ نبدأ. بسم الله. هنحط 2 طماطم، كمان فلفلية حامية وكم فص ثوم، ربع كوباية ليمون، شوية من الخل، ربع كوباية مثلا. هنحط شوية من زيت الزيتون، كمان ربع كوباية، شوية من الصويا صوص، ملح، فلفل، رشة من الكزبرة الناشفة، شوية من البابريكا، وشوية من الجنزبيل. هنضربهم بالهاند بلندر لحد ما ينعموا. وبعدين هننقص منهم حبة صغيرين، هنشيلهم على جنب وهنشوف هنعمل بيهم ايه. هنزود على الجزء الأكبر 2 معلقة من العسل الأبيض، ونبدأ نتبل بيهم الفراخ المسحبة أو المخلية، يعني مفيهاش عظم خالص علشان تستوي معنا بسرعة. نبدأ نضيف عليها الخلطة من تحت ومن فوق، وممكن لو عندنا وقت نسيبها بقى في التلاجة 2 3 ساعات. بعدين نبدأ نحطها على راك، نفرش تحتيه الصينية، نحط عليها فويل وندخلها الفرن. هتاخد تقريبا 1 ساعة إلا ربع ساعة. هي مش هتغيب لان هي ما فيهاش عظم، وكل ما نقعناها هتاخد وقت اقل. نبدأ نعمل السلطة، عبارة عن بصل ترانشوت، شوية حلوين من البقدونس، رشة فلفل، رشة ملح، 2 معلقة من السماء. نقلبهم مع بعض ونركنها على جنب. بعد كده اجيب عيش، العيش الشامي عادي، افتحه يعني اعمل الرغيف على 2، واخد الخلطة اللي انا شلتها في الاول احطها على العيش، ادهنه كده بالخلطة. طبعا خلطة جميلة جدا، لذيذة جدا، هي دي اللي بتتقدم دايما في محلات المشاوي وجنب المشويات كلها. ادهن بالفرشة وارجع احط عليها شوية من السلطة اللي عملناها، سلطة البصل والبقدونس والسماء. الف العيش زي ما نكون بنعمله زي الكانيلوني مثلا، رول يعني، اقفله من كل ناحية، ابرمه كويس. طبعا الكمية المناسبة بقى، يعني رغيفين 3 4 زي ما انت عايزة. طاسة على النار اسخنها كويس قوي من غير اي حاجة، وابدأ احمص فيها العيش من كل ناحية. هيديني قرمشة جميلة مع طعم البصل والبقدونس اللي جوه مع التتبيلة، حاجة تحفة. ابدأ اقسم العيش بعد ما اتحمص، طبعا المقاس برضو المناسب، 2 على 3 زي ما انت عايزة. تكون الفراخ خلصت اقدمه مع بطاطس محمرة والعيش اللي بالسلطة. طبعا وصفة جميلة وسهلة جدا، طعمها تحفة. حابة غمقيها، عايزاها افتح من كده شوية براحتك، بس احنا بنحبها متحمرة قوي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوناش من الاشتراك في القناة، لايك وشير، والسلام عليكم.